يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الخطباء يوم الجمعة يقول: اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك، فهل هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري؟ يدعو لهم بالتوبة، يدعو لهم بالتوبة، لكن الذي ورد في الأثر: ويذل فيه أهل معصيتك، يعز فيه أهل طاعتك ويذل، هذا الذي ورد في الأثر. نعم.